السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الفكره ان شاء الله لعل وعسى تكون نفعكم ان شاء الله، وهي ديال النعناع باش ما يخسرش لينا في الثلاجه ويبقى مده اطول. المهم كناخذوا النعناع ديالنا، كننقيوه، كنحيدوا منه كاع دوك الربيع وداكشي اللي ما لايقش، وكنجيبوا بواطه بحال هذه كبيره ولا صغيره، المهم على حسب النعناع اللي عندكم شحال تاع الكميه. كنديروا النعناع ديالنا هنا في هذه البواطه، ومن بعد كنديروا هاد المعلقه مع هاد النعناع، كنحطوها هنا الوسط وكنخليوها. هاد المعلقه هي فاش كاين السر، هي اللي ما كتخليش النعناع يخسر لينا. كنديروها هنا ونخليوها ونسدوا البواطه، وهالنعناع ديالكم ما يخسر لكم ما حتى حاجه ان شاء الله. الفكره الثانيه البنات هي ديال الحامض، ملي كنعصروا هاد نص حامضه بحال هكا، كتكون عندنا الحامضه كبيره كنعصروها، يعني كنحتاجوا غير نص حامضه بحال هكا، وكيبقى لينا هاد النص ديال الحامضه ضايع لينا، يعني واخا نديروه في الثلاجه راه كيخسر، فهمتوا؟ بحال دابا الا خلينا هذا في الثلاجه راه كيخسر، ما كيبقاش مزيان. المهم الفكره هو ان هاد النصيص اللي عصرنا ما كنرميوش، كنديروه فوق هاد الحامضه بحال هكا، وتنجيبو واحد ليغدون وكنحاولو ندخلو هنا باش يمسك لينا حامضه كامله بحال هكا. راه عندي حامضه كبيره صافي، وكديريها في الثلاجه بحال هكا راه كتبقى مده، ما كتخسرش حتى كتبغيها. المهم ماشي بحال اللي خليتيها هكا كعريانه، واخا ديريها في بواطه، واخا المهم هاد النص حامضه اللي كيبقى كيخليها تبقى مزيانه ما تتخسر ما والو. كنتمنى تعجبكم هذه الفكره حتى هي وتنفعوا منها. حتى البنات هو ان الطحين فاش كتبغي تغربليه، ملي كتبغي تغربليه بحال هكا كتحطي الطحين، كتبقاي ديري بحال هكا كيتشتت كله فوق 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 الطاوله ولا فوق الطابله. من الاحسن ديري فوق الرف بحال هذا وتحاولي ديري ليه بحال هكا، وتبقاي ديري غير بحال هكا. الطريقه هذه ما كيتقاش لكش الارض كاع ولا الطبله ولا فوق، لا صافي كتخدمي كتبقاي ديري بحال هكا حتى كيتغربل، ما كيطيرش الغبره ديالو، وما كتقيسيش الجناب ديال الطبسيل بحال هكا، تيتغربل الطحين بكل سهوله، ما طاح والو، شفتو سطح العمل بقى نقي من الطحين. شنو غادي دير؟ ها؟